هاد الدوار وقف فيه الكارثه من عند الله. هاد الدري خدام في الشانتي، الشانتي ديالي مليل من مليل لسني، كيمشي في العشيه كيدير المنازل وداك الشيء، وكان عش شحال في عمره؟ عمره شي 35 سنه اللي غتكون عنده، 35 عام اللي غتكون عنده، كيدير المنازل وكيبات تما حتى الصباح وكيجي. البارح مشى في هذه الوقيته، مشى في هذه الوقيته مع العصر، مع العصر كيمشي، وعاس طلع فوق البوكلان فرش فيه نعس، وجا حتى وصلت ل 11 وجا هذا الزنزال هذا. تريبات الديور هنا كايتزيدوا 10، حنا انا قلت ما غيطرى لي والو، غادي يهرب حيت كان في الخلاء، غيهرب كان في الخلاء بوحدو غيهرب. حنا طرح لي هذا الشيء وتلفنا بقينا هنا، البورتابل ديالو كان صوني عليه، كان صوني عليه كي كي في بي هو ما كانش. قالت لي مرتو يلا هاد الدري راه مات، وقيلا تاع شي حجره ما كدي يدور ما هذا. قال لي يلا يلا ما غادي ما غيدير لي والو. وجاو شي ناس من هذاك من تاك دايرين علي، هضروا مع واحد السيد هنا، قال لي لا ودي راه ولد فلان توفى. مشينا انا وياه انا ومرتو، وصلنا تم لقيناه مسكين ضربوا الحجر على انا هنا ولا كرشو تقطع. شاد داري ديوك الليله دوزنا خفنا، حين ما عمرنا شفنا بحال هذا، سميت بحال هذا الشيء اللي وقع، بحال هذا الشيء اللي داز ما عمر شفناه. العجار تاعو سميتو داك الشيء ما ولفناه، ما عمر شفناه. كان واحد سميتو واحد المده داز، وإنما دار بحال هذا الصوت هذا، نعس لقانا هذاك نعسنا، ودار واحد الصوت و داز. هذا الله يجعل السلامة، تشقات الأرض وتشقات سميتو لك بسطاح سميتو داك الشيء الخشاب الديور تريبو والحجار سدو ترقان. الحجر تبارك الله قداش غتكون فيه 200 طن طاحت. هذا الشيء اللي دار يكون كيتوح بحال هكا راه غات. انتم دابا من البارح وانتم هنا غير في غير برا غير برا خفنا. واش غاد الليله حتى هي غادوزوها برا؟ حتى هاد الليله هادي غندوزوها برا، ما قدوش. قال لك غادي يعاود داك الشيء اللي قالوا لنا، مازال مخلوعين قلنا راه مازال غادي ماشي غادي يعاود. خفنا نبقى، اللهم نبقاو برا ولا ترى لنا هاد الشيء بحال البارح. الولد فين دفنتوه؟ دفناه هنا، مشينا جبنا سميتو ساعدهم بلا رخصه، ساعدهم سميتو جدر مياه ولا جدر. القائد قال لي اللي ما اللي فيه شي حاجه يهزو في سميتو فينا كاين في الطوموبيل فسميتو وجبناه.